أحبابنا أهلا وسهلا فيكم في الفيديو الرابع من سلسلة في الصيدلية الموسم الثاني. رح نكمل معكم موضوع الجروح. الآن في حال صار عندنا جرح، صار عندنا خياطة، كيف نتعامل مع الجرح؟ كيف نتعامل يعني كيف نحافظ عليه ونغير عليه؟ طبعا رح يشرح عنها دكتور عبد الرحمن. حياك الله يا دكتور. الله يحييك. أهلا بك يا كابتن فهد، أهلا بالسادة المشاهدين. حياك الله دكتور. الآن أنا خلصت مثلا من رحت على المستشفى، خلصت من الطبيب، عملنا اللي هي الخياطة الغرز. الآن كيف أحافظ على الجرح نفسه بحيث أنه ما يرجع يلتهب أو يصير فيه شيء؟ تمام. بس هو أولاً كده الطبيب أكيد هو بيعطيك الغرز هذه، أعطاك تعليمات للإخراج، يعني قال لك مثلاً يتغسل أو يتغير الضمادة كل 48 ساعة، يتغير كل يوم، أعطاك نوع معين من المطهرات تستخدمه، نوع كريمات، لازم تلتزم على التعليمات كاملة اللي هو أديها لك. أنا دلوقتي هتكلم بصفة عامة عن الجرح لأنه كله متبع بنفس الطريقة كده. تمام. مثلاً أنت عندك الجرح هو هذا، مثلاً ده الغرز بيبقى فيه في الأول فوق ضمادة كده، الطبيب بيحدد لك المفروض تغيرها بعد قد إيه. الضمادة دي بيبقى ليها أربع أطراف، طبعاً أنت بتحاول تشيلها طرف طرف بالراحة عشان تعمل ترخي شوية اللزق. المكان ده غالبا بيكون لازق في الجرح، ففي ناس بتروح شدها على طول، ده ممكن يفك الغرز. فبكل بساطة انت بس هتحط ماء دافئ من دقيقة لاتنين وتستنتظر لحد ما يجف، هتلاقيه بتشال بسهولة. طيب انا شلت الجرح، اول حاجة بتبص داخل دي بتشوف هل في افراز اخضر، في افراز ابيض، بتشوف في اي تغير، المفروض يبقى لون ابيض احمر شويه كده، احمر خفيف يعني، ده اللون الطبيعي اللي موجود يبقى هنا عشان ما فيش التهاب يعني. طيب الجرح عندي اهو، ابص على ايه؟ اول حاجه بتبص تشوف هل في افراز هنا في المكان ده، في حاجه لونها اخضر اصفر ابيض، الاحمرار القطر بتاعه مثلا المفروض يبقى طبيعي ان هو حوالين ده، ما يبقاش مثلا كبير للدرجه جاي من هنا او هنا. تاني حاجة عندك بتبص على الغرز تشوف هل هي فكت او لسه سليمة، هل هي لسه ماسكة الجرح، بتبص تشوف هل في دم خارج من المكان اللي هنا ده، بتفضل بتعاين الجرح وصحته، لقيته زي الفل كده تمام مفيش مشكلة، تجيب فوطة. طبعا الاول المفروض انت تغسل ايديك، تجيب فوطة. هاي مرحلة التغيير، هاي مرحلة التنظيف. تنظيف. انا بس لازم تطمن على الجرح، تطمن لحد تطمن بعدين نبدأ التنظيف. بالظبط بالظبط. بتجيب فوطه مثلا، الفوطه دي اللي هي معرفش عندكم اسمها ايه، فوطه صح؟ فوطه عادي. اوكي فوطة. تجيب فوطه بالله بماء دافئ. الفكره بس ان اتجاه التنظيف بيكون بين الغرزتين لخارج، بين الغرزتين، ما تجيش في المكان ده خالص، حاول قد ما تقدر يبقى البدايه بتاعتك من هنا وللخارج وهكذا لحد ما ينضف خالص. طيب هو نضف دلوقتي، هبص تاني هل اشوف في افرازات، في تورم، في احمرار، نفس الحاجات هشوفها تاني اللي ممكن مع الضغط يبتدي يطلع افرازات بعد التنظيف. تمام. بعد كده هجيب اللزق ده تاني وهحاول الزقه، بس في نقطه، لو مثلا عندي احمرار حوالين الجرح نتيجه اللزق اللي قبله، مثلا الاحمرار هو كان واخد شكل مربع كده، تمام، هلزقها كده يعني اغير مكان الاحمرار بحيث اغير مكان زاويه كده، يعني هي كانت ملزوقه كده هلزقها كده الزاويه تبعت الضمادة بالظبط بحيث برضو تكون مغطيه الجرح. طب فرضا انا الضمادة اللي كنت حاططها اتبلت وبقت مليانه افراز موجود، هحط ضمادة تانية فوقيها فوقها واحط ضمادة ثالثه فوقها وهكذا. تمام. التنبيه الاكيد اللي عايز اكد عليه، ما تلمسش اي حاجه هنا، لو لقيت اي تغير في المكان ده ان الغرزه لسه مش موجوده في مكانها او في افراز او اي حاجه من الحاجات اللي قلنا عليها لازم ترجع للطبيب تاني. لازم يرجع للطبيب في حال شاف الافرازات او انفكت مثلا غرزه او صار اي تغير غريب. بالظبط. وما تحطش اي مطهرات الطبيب ما قالش عليها، خاصه الايودين واللي هو ماء الاكسجين، لان ده بيعمل تاكل في المكان ده. تمام. يعني لازم بس فقط تتابع مع الطبيب نفسه ايش بالضبط، هو مدي تعليمات بس انا كان دي التعليمات العامه. تمام تمام. الله يعطيك العافيه يا دكتور، الله يعافيك، ان شاء الله نشوفك في فيديو ثاني ان شاء الله.